صباح النور. صباح الخير. يعني نحن كأمهات بالذات أصبحنا نعاني من مقاومة هذه البكتيريا. المضادات الحيوية لم تصبح فعالة كما سبق، بالذات أن الأطفال هم الأكثر تعرضا يمكن للإصابات، أكيد مش الأكثر ولكن بنسب كبيرة. لماذا أصبحت البكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؟ الحقيقة أولا مو بس الأطفال، الحقيقة البالغين، يعني صار في هذا انتشار كبير، وأحد العناوين الأساسية أن هناك قرن كامل من الإنجازات الطبية مهدد الآن بالانهيار بسبب ظهور المقاومات الشديدة للبكتيريا من قبل البكتيريا للمضادات الحيوية. الحقيقة واحدة من أهم الأسباب هو سوء استخدام المضادات الحيوية، بمعنى ما أن المضادات الحيوية تستخدم أحياناً في غير غايتها، يعني لسبب آخر غير الموجود له. وأكثر سبب الحقيقة منشوفه هو استخدام المضادات الحيوية لأمراض فيروسية. يعني إذا حدا عنده رشح، عنده إنفلونزا، بينزل على الصيدلية بيطلب أموكسيسيلين أو أي دواء وبياخده بيتناوله وبيعتبر إيه، يعني حتى في منهم صار يعرفوا ألوان الدواء، أعطيني الدواء الأحمر والأسود، أعطيني الدواء الأبيض والأزرق. الحقيقة وهذا سوء الاستخدام الأساسي. سوء الاستخدام الثاني الحقيقة اللي هو موضوع الجرعات الدوائية، يعني بمعنى ما يجب إكمال الجرعة الدوائية للمضاد الحيوي. يعني لا يكتفى أنه بس واحد يتحسن من المرض اللي بيحتاج مضاد حيوي حتى يوقف المعالجة، لازم الحقيقة يأخذ كامل الجرعة الدوائية. ومع ذلك هناك بعض الأبحاث تقول المبالغة في الاستعمال، بمعنى ما بيحتاج وأخذ لكن أخذ أكثر من اللازم، كمان هذا بيؤدي إلى ظهور مقاومات دوائية. وهي مشكلة كبيرة لأنه الحقيقة حاليا منتشرة بشدة في العالم. نعم، يعني تحدثت عن سوء استخدام المضادات الحيوية، ولكن كمان عندنا يعني يمكن أسئلة. يعني إحنا بوطننا العربي كمان مليء بالتلوث، مليء كمان بالحروب، قد إيه له علاقة هالموضوع كمان أنه يعني تقبل أجسادنا للمضادات الحيوية من غير تدخل البكتيريا ومنعها من أنه تعطي الحقيقة سؤال مهم، لأنه عم نشهد نحن كمان بفترة الصراعات والنزاعات والحروب وعدم القدرة للوصول للمركز الطبي أو المستشفى للحصول على المعالجة السليمة. بيصير في عنا معالجات بنسميها معالجات مبتورة، يعني بيصل المريض أو الجريح أو المصاب بقذيفة أو بشظية بيعالجوه بالمتوفر، لأنه مو كل الأدوية بتكون متوفرة، بيعالجوه بالمتوفر حتى يصل للنقطة اللي لازم يصلها. هي المعالجة بالمتوفر الحقيقة أحيانا بتخلق نوع من المشاكل، لأنه نعطي الدواء اللي قد لا يكون 100% مناسب له. أو أحيانا نعطي بتوفر عنا مضادات حيوية قوية وفعالة لكن ما بتحتاج لهذا المرض، وبالتالي بنخلق لهذا المضاد الحيوي بنخلق له مقاومة بكتيرية. الإنتانات في الحروب واحدة من أهم المشاكل اللي خلقت فيها مقاومات دوائية، لأنه صارت تعطى الأدوية بشكل كتير عشوائي فيها. نعم. حتى نحسن نصل للمعالجة السليمة، وهذا أدى الحقيقة وهلأ عم نشوفها كتير إلى ظهور، ولا في بعض الأبحاث عم تتم حتى هون في لبنان على ظهور مقاومات دوائية لنوع معين من البكتيريا اللي تظهر في الحروب. وهذا عم تعمل مشكلة كبيرة لأنه عم تزيد نسبة الوفيات بشكل عالي. نعم. والأسوأ أنه عم تنتشر هالبكتيريا المقاومة للدواء بظروف المشافي، يعني في المشافي، وبالتالي بينتقل أحيانا لمريض بوضع آخر. صحيح. يعني بينتقل له هاي البكتيريا، وهذا عم نعمل لهيدا بنسميها بكتيريا المشافي. صحيح. أصبحنا نسمع عنها كثيرا أنها بتنتقل لمريض في أثناء عملية جراحية مثلا أو شيء. دكتور، ما بعرف إذا بإمكاني استخدام هذا المصطلح، ولكن البكتيريا أصبحت تتذاكى وتطور من نفسها لمقاومة الأدوية التي تعودنا عليها للتشافي منها. هل أنواع الأمراض نفسها تغيرت تماشيا مع هذا التطور للبكتيريا؟ أين وصلنا بصحة الإنسان خلينا نقول مع تطور هذه الأنواع، يعني حتى أصبحت أعراض الأمراض نوعا ما مختلفة تتداخل بسبب تطور البكتيريا؟ يعني في عملية تأثير متبادل، بمعنى ما في كانت أمراض
استجابت للمضادات الحيوية بشكل كبير وفعال، وبالتالي تراجعت. وعندنا أكثر مرض بنعرفه كان وكان مرض مميت هو السل. مرض السل كمثال أساسي لمرض كان اجتاح العالم، كان مرض مخيف، كان نسب الوفيات فيه عالية بشكل كبير، لكن مع ظهور البنسلين تراجع السل لدرجات كتير منخفضة. مع عودة المقاومة البكتيرية، يعني بكتيريا السل مع مقاومتها للبنسلين، صارت عنا أدوية مختلفة جديدة للمعالجة. لكن أيضا مع سوء استخدام هذه الأدوية وعدم الالتزام بالتعليمات الطبية أدى لظهور أنواع جديدة من السلالات البكتيرية بتصيب السل اللي بتقاوم بشكل شديد للمضاد الحيوي. وهذا الحقيقة أدى لأنه تظهر الأعراض بأشد بشكل شديد، أو أعراض بنسميها الفوعة الجرثومية اللي بتكون قوية كتير، وبالتالي بنشوف الأعراض اللي صرنا كنا ما بنشوفها بالسابق. الحقيقة يعني بالمناسبة هذا الحديث عم يخطر لي فكرة أخرى الحقيقة، وهي بموضوع سوء الاستخدام، وبيتحمل جزء منها مسؤولية الأطباء، ورح نكون يعني صريحين بهي المسألة، هي سوء الاستخدام اللي بيعملوه الأطباء أحيانا لسوء الحظ أو يعني لسوء التدبير لأسباب اقتصادية. بمعنى ما شركات الأدوية بتنتج مضادات حيوية جديدة، بتروج هذا الموضوع عند الأطباء، الطبيب بيوصف هذا المضاد الحيوي الجديد بدون داعي له، لأنه بيكون مضاد حيوي فقط مكلف أكثر من غيره، يعني بيعمل ربح أكثر للشركة الدوائية، وهذا بيخلق لهذا المضاد الحيوي بسبب سوء استخدامه أيضا بيخلق له مشكلة جديدة، مقاومة دوائية، بيرجع بيخلي تكلفة اقتصادية أخرى لإنتاج مضاد حيوي جديد، بيرجع بيدخل بنفس الحلقة المعيبة اللي بنسميها اللي هي إنتاج مضاد حيوي مكلف، بيظهر له مقاومة دوائية، بنرجع ندور على مضاد حيوي أكثر تكلفة وهكذا. هذا الشكل من المقاومة المستمرة اللي عم تتم هو اللي قلنا بالبداية أن هناك قرن كامل من الإنجازات الطبية اللي شفنا فيها كثير من الأمراض تراجعت واختفت، حاليا عم ترجع بهذا الشكل القوي لأنه ما عاد بين إيدينا أسلحة كافية لمقاومته. دكتور، ما بعرف خطر لي وأنت عم تحكي سؤال، أنه يمكن يعني أنا يعني أنت بدك تصلح لي هلأ الفكرة. بعتقد كمان أنه هالمطهرات والمعقمات اللي بنستخدمها على حالنا وببيوتنا والدعايات اللي عم تيجي بتقتل 99.9 من البكتيريا، وصرنا نفتش على يمكن حتى الأغلى أو نفتش على الماركات اللي معروفة بالسوق لحتى نستخدمها على جسمنا، قد ايه هاي بتأثر كمان على أنه جسمنا صار أنه معتمد على هالأنواع من الصابون، ويعني بطل أنه يقدر يكون في مقاومة داخلية من الجسم؟ يعني في وجهة نظر بمسألة أنه في مقاومة طبيعية، يعني الجسم بينتج، في عنا جهاز مناعي طبيعي بينتج مقاومته للجراثيم. لما بنعطي نحن مضادات حيوية بشكل كثيف، بنقضي بشكل أساسي على هذه المقاومة الطبيعية، ما بنخليها فعالة. وبالتالي ما يبدو أنه نحن عم نستعمل هالمطهرات بشكل أساسي صار عنا وسوسة منها فيها. بيحدث أنه هالمقاومة الطبيعية الجسم ما بيعود بيستجيب، يعني ما بيعود بيعمل الرياكشن الطبيعي حتى يقاوم هو بشكل طبيعي هذه الجراثيم. واحدة من الأمثلة الحقيقة اللي بنشوفها أنه بشكل أساسي بالأمعاء عنا نحن نوع معين من البكتيريا الطبيعية أو البكتيريا إذا بنسميها الصحية، مهمتها هاي البكتيريا هي عملية تتعلق بالهضم بشكل أساسي. لكن أحيانا المبالغة في استعمال المضادات الحيوية بيقضي على هذه البكتيريا، وبالتالي بيظهر عنا أعراض مرضية اللي علاقة بالقضاء على البكتيريا السليمة. يعني هناك بالحقيقة سوء لاستخدام مفهومنا للصحة. هل الصحة أن نكون معقمين 100%؟ هل الصحة أن نكون نحن دايما على أي مرض نأخذ دواء له؟ ما بنترك للمقاومة الطبيعية تنشأ وتحدث بشكل طبيعي، وهذا اللي عم نشوفه. يعني عم نشوف بشكل أساسي أنه نحن ما عم نترك لحالنا الفترة الكافية لظهور مقاومتنا الطبيعية. صحيح. في يعني طبيا بيقولوا مثل نوع من القول أنه الجريب أو الإنفلونزا إذا تركتها بتطيب بسبعة أيام، وإذا عالجتها بتطيب بأسبوع.
وهذا هو نفس فعلا يعني بدها تاخذ مداها وبتطيب. هناك بعض الاعراض الجانبيه، صداع ممكن اخذ حبه للصداع او حراره ممكن، لكن المضاد الحيوي في حالات الانفلونزا الوبيب ما لا اي مبرر، لانه هي بتخلق لنا مشاكل كبيره بتتعلق بالتهاب الرئه. دكتور، وهنا دعنا نتحدث عن دوركم، حضرتك استاذ وباحث في هذا المجال، نتحدث ايضا عن دور الدول المنظمات التي تعني بهذه المواضيع. عملكم في اتجاهين، الاتجاه الاول هو تطوير يمكن يكون مضادات حيويه جديده تستطيع التغلب على المقاومه التي ابتكرتها هذه البكتيريا، هذه من جهه. من جهة أخرى هو توعية الناس أو توعية المجتمع بهكذا أفكار، أنه يجب التعامل مع الدواء بحرص شديد، أنت لست طبيب، اتجه للطبيب المختص، خليه هو يوصف لك الدواء وطريقة استخدامه والتزم بها. كيف ترى الدول، المنظمات، الباحثين أمثالك، أين يجب أن يكون دورهم في هذا الموضوع؟ في دور لكل طرف ذكرتي، دور الحكومات تحط قوانين، مثلا ممنوع صرف الدواء المضاد الحيوي من الصيدليات بدون وصفة طبية. هذا يجب أن يكون معمول به تماما ومنفذ، يعني ليس فقط قانون والتنفيذ مختلف، يجب أن يكون منفذ، يعني ما بيصير حدا يروح على الصيدلية يأخذ مضاد حيوي. هذا أول. اثنين، يجب علينا كأطباء الحقيقة نشتغل على مرحلتين. المرحلة الأولى وصف الدواء، يعني التشخيص المناسب، وصف الدواء المناسب، وهذا يتعلق الأمر بتطوير أيضا معلوماتنا ومهاراتنا. الثاني توعية المريض أنه ليس أي مضاد حيوي لازم تأخذه، لازم تأخذ هذا المضاد الحيوي اللي عم أكتب لك إياه. اثنين، تأخذه بالأيام اللي عم أكتب لك إياها، يعني لازم يحتاج لأسبوع من المعالجة يأخذ أسبوع، بياخذ يومين، ويلتزم بالتعليمات. هي التوعية بتتم بين المريض والطبيب، لكن التوعية بتمتد لوسائل الإعلام، للمدارس، للجامعات والكليات، للأسر. يعني لازم يكون التوعية الحقيقة موجودة على كل المستويات، لكن بدون شك توعية من ناحية وقوانين واضحة وملزمة من ناحية أخرى. ثالثا، يجب أن يكون هناك فعلا دائما أبحاث طبية مستمرة، وبالتالي يجب أن تصرف التكلفة على الأبحاث الطبية لا على إنتاج دواء جديد فقط، لكن على الأبحاث الطبية اللي بتقول كيف يمكن أن تشكل المناعة الكافية بوسائل أخرى غير فقط المضادات الحيوية. يعني الرياضة هي بتعملنا مناعة، التغذية السليمة بتعمل مناعة. ثالثا وأهم، إذا عم نطلع على الوضع حوالينا اللي هو حروب وصراعات، الحقيقة لازم نفكر أيضا بالحروب والصراعات من وجهة نظر الصحة. يعني ليست الحرب فقط أنه بتقتل الشخص بشكل مباشر، ولكن الحقيقة تمتد تأثيراتها لمراحل مستمرة في الزمن، لما بيكون عنا نحن نخلق هذا البيئة المناسبة للظهور للأسف بكتيريا مضادة. يمكن أنا وأنت سارة كمان لازم أنه نخلي أولادنا يلعبوا أكثر بالأرض، ويلعبوا من غير ما نضل وراهم غصبين عليهم وتحمروا ثلاث مرات ننتبه يعني أنه يكون في توازن. صحيح. بين القلق الدائم من أنه يكون لازم كل شيء نظيف، وبين يكون شخص معرض للتلوث. صحيح. الأستاذ الباحث والطبيب بكلية علوم الصحة في الجامعة الأمريكية بيروت الدكتور فؤاد، شكرا جزيلا.